السلام عليكم ورحمة الله، كيدايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا صحتوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم من جديد، ما تعطلتش عليكم ولكن جاني الجديد وقلت علاش ما نجربش نوريه الاحباب ديالي. دائما دائما كيعجبني انني نشارك معكم الحوايج اللي هي زينة ومفيدة ورخيصة بطبيعة الحال، واخا هذه المعادلة راها صعيبة انها تتحقق، ولكن بعض المرات كتوقع المعجزة وكتحقق هذه المعادلة. كنرحب بالناس الجداد اللي غادي يلتحقوا بالقناة ان شاء الله، وكنقول لهم مركوا على زر الاشتراك وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. الناس اللي هم ديجا معايا حبايبي اللي دائما مساندينني وواقفين معايا، كنقول لهم الف الف شكر لكم. كنتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، ما نخيبش ظنكم فيا، وانني دائما نزيد القدام بطبيعة الحال بفضل تشجيعكم ودعمكم ليا. نبدأ على بركة الله. أكيد الموضوع عرفتوه اليوم شنو هو، بحكم أن المنتوج كيبان لكم معمر الشاشة ديال الفيديو. كاين منكم اللي كيعرف هذا المنتوج، كاين منكم اللي رد البال فاش هضرت واحد المرة في واحد الفيديو يعني باقتضاب على هذا المنتوج، واليوم فكرت أنني نخصص ليه فيديو بوحديته بحكم أن جاني الجديد وعجبني الحال بزاف. اوليوسكين المنتوج يعني شيء المعجزة، ولكن شي حاجة فوق الوصف وفوق الخيال صراحة. اوليوسكين كنعرفها انا هذه تقريبا شي 15 عام، يعني قديما باقي كنت كنقرا وكان عندي مشكل في الوجه ديالي كيتقشر، ومشيت عند واحد فارماسيان الله يجازيها بخير وكانت عطاتني اوليوسكين وجبته. صراحة الثمن كان ساكريفي، يعني ثمن رخيص بزاف عاد، ولكن صراحة الوقع ديال المنتوج على الوجه ديالي طوروا لدرجة أن الوجه ديالي عمر ما بقى تقشر من ديك الوقيتة إلى يومنا هذا، مع أنني كنت كنعاني وخاصة في الوقيتة ديال البرد. فعلا منين درت المشروع ديالي ف وليت كنتقدى اوليوسكين، كنجيبها وكنصح بها الناس. صراحة عمرها ما حشمتني مع شي حد لدرجة أن كاين الناس اللي كيشرو ب 12 ب 10 ب 6، بحكم ان اوليو سكين بعض المرات كطيح غوتيغ في السوق يعني ما كتبقاش. الجديد هو انني انا كنعرف اوليو سكين كخام اللي هي هادي، وكنعرف اوليو سكين اللي الحليب اللي هو هذا، كنعرف اوليو سكين ستيك طالع اللي هو هذا، وكنعرف لا بودغ طالك. هادشي اللي كنعرف اوليو سكين الجديد. البارح كنت غندوز واحد لا كوموند مع واحد الكروسيستوري، وقالت لي راه دخلات اوليوسكين حيت انا دائما كنسولها عليها، فقالت لي دخلات اوليوسكين كريم مان اي بي. صراحه انا عمري ما سمعت اوليوسكين كريم مان بي، بقى ما توصلتش بالناس اللي كيدخلوا اوليوسكين او كي يوزعوها هنا في المغرب باش نعرف واش هو منتوج قديم ويلاه عاود بان ولا منتوج جديد في لاغام ديال اوليوسكين. المهم انا ما مولفاش ما عقلاش على اوليوسكين كريم مان بي نهائيا، لدرجة أن الناس اللي كانوا كياخدوا من عندي الكريم فيلاج كانوا كيدهنوا بها حتى يديهم، لأنهم ما كانوش كيلقاو ما كيناش أوليو سكين كريم مثلا، فكانوا هذه اللي كيدهنوا بها وجههم كيدهنوا بها حتى يديهم من قوة ما عجب لهم لا كريم. كاين أوليو سكين كريم دو شونج، يعني كريمة ديال الطياب كما كنقولوا بالعربية، تعرفت كريم ديال الطب بالنسبه للوليدات اللي كيديروا لي كوش اللي باقيين صغار اللي بيبي بطبيعه الحال. غندوي لكم على لي فورم اللي كاينين ديال اوليو سكين، ومن بعد عاد ندوي لكم على الفوائد وعلاش هي راها هائله. فعندنا كريم تيب كتجي في الفورما ديال 40 ام ال اللي هي هذه كيتدهن بها الوجه. كاين الحليب بالنسبه للناس اللي مثلا كتعجز انها توصل الوجه ديالها او كتكون عيانه او مريضه او مسافره، فكنمسحو كنديرو شويه ديال الحليب في القطن ونصحو بيه وجهنا. سينا هاد الحليب راه كنرطبو بيه لو كور ديالنا الجسد ديالنا، فهو راه هائل جدا. كاينه كريم ما كي باقا ما جربتهاش، ولكن كنضمنها ليكم بحكم تجربتي للمنتوجات الاخرى كلها، كو سوا لا كريم ولا الحليب ولا لو تالك ولا السيكالات. الوغ كريم ما بي كتجي في فورما ديال 500 ml سيترو، يعني ارا ما دهنوا يديكم ورجليكم غير اللي ما بغاش. وانا غادي ناخذ وحده اليوم وغنجربها وغادي نرد عليكم باذن الله.
بالنسبه للحليب فهو كيجي في 200 ام ال. ها هي كما كتشوفوا عندنا السيكالاف، السيكالاف هائل، عمري ما جربته صراحه، ولكن عندي واحد لك اليوم عنده شويه ديال حساس بزاف، ديك بحال تقول ديك الجلده اللي عندنا حنا رقيقه فوق الفم ديالنا هي ما عندهاش، فالفم ديالها يعني بحال طايب دايما، ملي كدير اوليو سكين فراها بحال كتكون كما كنقولوا كتكون كتكذب، فراها هائله هائله جدا، كتنفعل واحد الدرجه ما كتصورش. لا بودغ تالك كنستعملها شخصيا، كنخلطها كما قلت لكم البارح في الفيديو ديال البيكربونات دو سود مع البيكربونات دو سود والتالك ديال اوليو سكين، فيه ريحه ناعمه وهاديه وزينه ونقيه، وكنحك فيه نص طرف ديال المسك ابيض، كنخلطهم وكنبقى نديرهم في لي زيسبا ديالي ولا لي شوسيت اعزكم الله او ديال ولدي او ديال راجلي، فراهم كينشفوا داك العرق وما كيخليش الرجلين كتعرق، كيزولوا الريحه وكيخليوا ريحه هائله هائله في الرجيلات وفي الاحذيه ديالنا اعزكم الله. وكاين الكريم دو شونج اللي قلنا الكريمه ديال الثياب كتجي في لافورم ديال 100 ام ال فيها، هذه صراحه يلا غادي نبدا نصح بها الناس وغادي نشوف ديك الساعه ردوا عليا، وإلا كانت النتيجه زوينه فراه انا غادي ننصحكم بها. واحد المعلومه اللي هي مهمه زوينه بلوتو غنقول لكم جوج حوايج، ف اوليو سكين ما كاين حتى شي اشكال انكم ديروها في الشمس، فهي ما كتكحل لا وجه ولا اليدين، رائعه جدا هائله، ما تخافوش نهائيا، يعني واخا ديروها بالنهار فما تخافوش على ضمانتي، ديروها بعينكم مغمضين. مساله واحده اخرى، اوليو سكين كريم ما صالحش للناس اللي عندهم بشره دهنيه او بشره مختلطه، فهي حيت بزاف ندمه فراها كتزيد تحل لهم المسام، يعني الناس اللي ديجا عندهم المسام واسعه، كنهضر على الوجه فقط، يعني هاد الكريم الناس اللي عندهم المسام واسعه بشره مختلطه او بشره دهنيه فاوليو سكين كريم ما صالحاش ليهم، ياخذوا له لي مثلا دانو ديال لو كور، ياخذوا كريم مانتيي، ياخذوا لو سيكالاف لا بودغ، اذا عندهم شي وليدات يديروا هذه اليوم الطيب، ما عندهمش الله يرزقهم ان شاء الله. هادو هما جوج مسائل اللي بغيت نقول لكم. ندوزو المكونات ديال هاد اوليو سكين علاش هي زوينه بزاف. الى لاحظنا ف كو ساسوا لا كريم او الحليب او كريم مانتي او ستيكالاف او لو تالك او لا كريم دو شونج، فرا كنلقاو واحد الكلمه مكتوبه فيهم كامل، يعني واحد القاسم مشترك بيناتهم كاملين، كنقراو كريم تريتونت يعني معالجه او لي تريتون او تالك على لونطوان على لونطوان. الوغ ملي بحثت وقلبت على شنو هي هاد لا لونطوان في لا لونطوين بليتو سمحوا ليا، فلقيت بانها واحد الماده كيميائيه صديقه للبشره المجهده والمتعبه والجافه، حيث هاد لا لونطوين هاد المكون كيعمل على تهدئه البشره العنايه بها، وكيسرع الوتيره ديال البناء ديال الخلايا اللي كتكون تلاشات وماتت، فهو كيزرب لنا ديك العمليه بناء الخلايا والتجديد ديالها. كذلك اهم حاجه فهو ماده مرطبه كتستخدم للوقايه في علاج الجلد من الجفاف، الحكه، الحروق اللي كتكون بسيطه وسطحيه، كذلك الطياب اللي كيكون عند الوليدات الصغار لي بيبي، وهنا كنرجعو لكريم دو شونج، فحتى هو كيتكون المادة الأساسية اللي كتكون هاد المواد كاملة فهي لالونتوين. وأنا قلت لكم دابا شنو هي هاد لالونتوين، وهنا كيبان لينا علاش هاد أوليو سكين فهي فعالة وهائلة جدا. العام اللي فات جات عندي واحد السيدة قالت لي الولد ديالها مشى لابيسين كبير تبارك الله 14 عام وتحرق ليه الظهر كله، صراحه ديك الوقيته ما كان عندي ما نعطيها، هكا هكا سيده يعني انسان على قد جهده، والوليدات هذا الله يحسن العوان جميع. فبقيت كنشوف وانا جبت اوليو سكين، قلت لها هاك دعي لي هادي، داتها دهنات، قلت لها ضروري ترد عليا. لغد ليه جات عندي قالت لي الله يرحم لك الوالدين، قالت لي عرفتي راه كان معقول ما كيقدش يتحرك نهائيا، ومنين دهنات ليه اوليو سكين ف على الاقل راه قدر ينعس، وعاودتها برا ليه داك الطياب اللي كان فيه ديال لابيسين، راكم عارفين الكلور والقسوه ديالو علينا.
اضطريت نحبس لا فيديو سمحوا لي حيت عندي شي حد ما عرفتش فين وصلت. المهم اللي عقلت هو اننا كنا كنهضروا على الماده ديال لونطوان لونطوين بليتو اللي زايد في هاد بلوس هاد الماده ديال لونطوين او هاد المكون ديال لونطوين، فحنا كنلقاو بانها غنيه بالفيتامين او وزيت اللوز الحلو، فيتامين او وزيت اللوز الحلو. وحنا كلنا كنعرفوا الفوائد ديال فيتامين او واللي مازال ما كيعرفهاش فيرجع الفيديو، انا دايره ليكم فيديو خاص على الفيتامين او. وزيت اللوز الحلو بطبيعه الحال الغنيين يعني التعريف كلشي كيعرف الفوائد ديال زيت اللوز الحلو والمنافع ديالو اللي كيعطيها لينا الجلد، النضاره ديال الجلد والرطوبه ديال الجلد. كان هذا الشيء كنظن هو اللي يمكن خصو يتكال على اوليو سكين اليوم. فعلا فعلا جربوها صراحة بأمانة وصدق كما عودتكم دائما، منتوج كيستحق التجربة، كيستحق انه يتجرب، ما غاديش تندموا. كاين الناس كتقول بأن اوليو سكين كترطب، اوليو سكين ما فيها حتى شي مادة كتبيض، سمحوا ليا، اوليو سكين ما فيها حتى شي مادة كتبيض. غير شنو كيوقع فعل المواد اللي فيها اللي هي مرطبة، فكل ما ترطبات الجلدة كل ما تجددت الخلايا وكل ما زالت ديك الخلايا اللي هي ديجا عندنا قديمة ومخلية لينا الجلد ديالنا فيه البقع، فكتزول ديك الخلايا القديمة وبالتالي اللون كيبدا يبيض ويرجع الأصل ديالو. فالناس كتحب ليهم بأن راها فيها مواد مبيضة وكتبيض. اوليوسكين منتوج مرطب 1000%. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم كالعادة يكون مفيد، كنتمنى انكم تجربوا اوليوسكين صراحة منتوج كيستحق، والثمن ديالو كما قلت لكم فهو رخيص. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والبارتاج مع الاحباب والاصحاب باش كل شيء يستافد ماشي غير حنا اللي نستافدو. كنتمنى انني ما كنتش ثقلت عليكم، درت فيديو البارح وفيديو اليوم، على امل اللقاء بكم فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكيف العاده دائما كنقول لكم تهلاو في راسكم وبزاف بزاف عاد.